هل سألت يوماً إن كنت تستخدم هاتفك الأندرويد بالشكل الصحيح؟ هل بالفعل تستفيد من المميزات التي يمكن لهاتفك القيام بها أم لا؟ في هذا الفيديو سأريك ميزات مخفية على هواتف الأندرويد 99% من الناس لا تعرفها ولا تستفيد منها. السلام عليكم أيها الأذكياء، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. في هذا الفيديو سأريك ميزات مخفية على هواتف الأندرويد 99% من الناس لا تعرفها ولا تستفيد منها، وفي نهاية الفيديو سأترك لك مفاجأة، لذلك تابع الفيديو للآخر وبطبيعة الحال لايك إذا استفدت من الفيديو. Let's begin. هل مللت من البحث على محرك البحث جوجل في المواقع التي تقوم بعمل كونفرت وتحويل الصيغ من الام بي 3 للام بي 4 او من الام بي 4 للام بي 3؟ فيمكنك القيام بهذا الامر على هاتفك بدون تثبيت اي تطبيق او اي برنامج. فكل ما عليك فعله هو الذهاب الى الفايل مانجر او الملفات الموجودة على هاتفك، تبحث عن الفيديو بصيغة الام بي 4 او بصيغة الام بي 3 او باي شيء من هذا القبيل، وتقوم بعمل له رينيم او اعادة التسمية، تقوم بتسمية ذلك الملف من الـ MP4 إلى الـ MP3، ومن ثم سيقرأه هاتفك على أساس أنه موسيقى أو أغنية بصيغة الـ MP3 وليس فيديو بصيغة الـ MP4، وهو أمر رائع جدا أن تجده مدعم على جميع الهواتف بدون استثناء انطلاقا من الفايل مانجر أو الفايل إكسبلورر الموجود في جميع الهواتف. أمر رائع جدا. في العديد من المرات تكون صور أو فيديوهات شخصية جدا على هاتفك الذكي، وتعطي هاتفك لشخص سواء لصديق أو شخص من العائلة ولا تريده أن يشاهد تلك الملفات وتريد إخفاءها، وبطبيعة الحال تذهب إلى محرك البحث جوجل أو إلى متجر جوجل بلاي وتبحث عن hide files أو يعني إخفاء الملفات أو أي شيء من هذا القبيل، وتجرب العديد من التطبيقات بدون أي جدوى، وهناك العديد من التطبيقات التي تظهر لك إعلانات مزعجة والعديد من الأمور. الأمر سهل جدا وبسيط ومدعم أيضا على جميع الهواتف انطلاقا من الفايل مانجر أو الفايل إكسبلورر. فكل ما عليك فعله هو الذهاب إلى الملفات الخاصة بهاتفك، تذهب إلى الصور أو الفيديوهات أو أي شيء لديك حساس، أي شيء به برايفسي، به خصوصية، به أشياء شخصية ولا تريد الشخص الآخر أن يشاهدها على هاتفك، وتقوم بتغيير لها الفورمات أو الإكستنشن الخاص بها، على سبيل المثال من الجي بي جي إلى أي صيغة أخرى غير موجودة بطبيعة الحال لكي لا يقرأها الهاتف على أنها صورة أو فيديو. فعلى سبيل المثال فيديو تقوم بتغييره من الـ MP4 إلى الـ MP77، أو تقوم بتغيير JPG إلى JPGG، يعني هذا الأمر بسيط جدا، ومن ثم الصورة ستكون غير مقروءة ولا يمكن للشخص المتطفل مشاهدتها. وبطبيعة الحال إذا أردت إرجاعها فسترجع لها الصيغة الأصلية الخاصة بها أو الإكستنشن من الـ MP77 إلى الـ MP4، وسيرجع الفيديو كأنه لم يكن أي شيء، وهذا أمر رائع جدا وميزة رائعة لإخفاء الملفات والصور والفيديوهات الخاصة بك من الأصدقاء والأشخاص المتطفلين. بطبيعة الحال ستكون استخدمت أو سمعت بتطبيق شيرت، وهو تطبيق لإرسال الملفات أو التطبيقات من هاتف إلى آخر، من هاتف أندرويد إلى هاتف أندرويد. هل كنت تعرف أنه يمكنك إرسال التطبيقات الموجودة على هاتفك من هاتف إلى هاتف بدون تثبيت أي برنامج وبطريقة سريعة جدا؟ نعم، يمكنك إرسال التطبيقات انطلاقا من متجر جوجل بلاي. فتخيل معي متجر جوجل بلاي أو بلاي ستور بالاسم المعروف به، يمكنك من خلاله إرسال التطبيقات من هاتف أندرويد إلى هاتف آخر بطريقة سريعة جدا، وفقط باتصالك بنفس شبكة الواي فاي سيتعرف هذا الهاتف على الهاتف الآخر، ويمكنك اختيار أي تطبيق موجود في هذا الهاتف وترسله إلى الهاتف الثاني في رمشة عين. وصراحة أمر رائع جدا أن نجد هذه الميزة موجودة انتجريتد مدعمة في جميع هواتف الأندرويد، بدلا من استخدام تطبيقات إرسال الملفات وتطبيقات كتطبيق شيرت أو تطبيق شندر أو تطبيق شير مي أو تطبيق سند مي أو العديد من الأسماء الموجودة صراحة. فهنا لديك ميزة مدعمة وانتجريتد وموجودة في جميع الهواتف بدون تثبيت أي تطبيق.
ميزة مخفية على الديفلوبر اوبشن تمكنك من تسريع الالعاب بشكل ملحوظ جدا وتشتغل على الجي بي يو بدلا من السي بي يو. فهناك العديد من الالعاب تلعب بها بالمعالج فقط، فهذه الميزة ستقوم بعمل فورس، ستقوم بتشغيل الجي بي يو الخاص بهاتفك واستخدامه حتى في الواجهة الرئيسية والتصفح بين التطبيقات. لذلك ستلاحظ سلاسة كبيرة جدا، والتصفح بين التطبيقات والانيميشنز والالعاب ستصبح سموث لدرجة كبيرة جدا. الميزة تقوم بتفعيلها بالذهاب الى About Device او حول الهاتف، ومن ثم تقوم بضغط 5 مرات على Build Number لتفعيل Developer Option، امر معروف جدا وامر موجود في جميع الهواتف بدون استثناء. من ثم تذهب الى الاسفل الى حين ان تجد ميزة باسم Force 4XMSAA تقوم بتفعيلها، وايضا تقوم بتفعيل Disable Hardware Overlays. هذا الأمر سيؤدي إلى سلاسة كبيرة جدا في الألعاب وتحسن ملحوظ في تسريع الألعاب التي لا تشتغل بشكل جيد بتشغيل الجي بي يو بدلا من السي بي يو، وأيضا في الواجهة الرئيسية وتصفح التطبيقات. لكن الأمر السلبي في هذه الميزة هي البطارية، فهنا ستستهلك بطارية بشكل كبير جدا بالمقارنة مع استخدام المعالج الذي يحافظ على البطارية وبه efficiency عالية جدا. فإذا كنت مستعد للقيام بهذا الأمر فقم بتفعيل هذه الميزة. من منا لا يبحث على محرك البحث جوجل على أي صورة تريدها ولا تجد المقاس المطلوب أو المقاس الذي أنت تريده، سواء لهاتفك أو للتابلت أو للحاسوب الخاص بك؟ هناك ميزة مخفية على محركات البحث جوجل تقوم بكتابة الكلمة التي تريد بحث عنها. على سبيل المثال سبايدرمان، أنا أريد صور سبايدرمان، ومن ثم تضغط على سبيس، ومن ثم تقوم بكتابة إيماج سايز، ومن ثم نقطتان، ومن ثم المقاس الخاص بتلك الصورة. فعلى سبيل المثال أنا أبحث على صور بمقاس 1080x1920 للحصول على صور مخصصة لهاتفي الذكي، ومن ثم سيعطيك فقط الصور الموجودة على محرك البحث جوجل بذلك المقاس. وبطبيعة الحال يمكنك تطبيق هذا الأمر على أي شيء تبحث عنه وعلى أي مقاس تبحث عنه، فيمكنك التغيير ما بين 1080 إلى 1920 في 1080 أو 1280 على 720 أو 3000 على 3000، فأنت ستبحث بالمقاس الذي تريد، ومن ثم ستحصل على الصور المطلوبة بشكل دقيق جدا. في بداية هذا الفيديو تكلمت عن مفاجأة في نهاية الفيديو، وبطبيعة الحال إذا تابعت معي الفيديو من الأول للآخر فمرحبا بك، فأنت من عائلة الأذكياء. بطبيعة الحال كلنا نتوفر على هاتف ذكي، وكلنا مللنا من الشكل التقليدي العادي جدا لطريقة شحن هاتفك. تطبيق True Amps تطبيق سيمكنك من تغيير الانيميشن او التأثير الخاص بشحن هاتفك، فبدلا من الشكل التقليدي العادي جدا الموجود على هواتف سامسونج، على هواتف شاومي، على هواتف اوبو، على هواتف هواوي، ستحصل على اشكال جديدة يمكنك تطبيقها انطلاقا من هذا التطبيق. وبطبيعة الحال هناك اشكال مجانية واشكال مدفوعة، انا شخصيا استخدم الاشكال المجانية فقط، وتقدم لي انيميشنز وتأثيرات رائعة جدا، واغير الشكل التقليدي الممل جدا في طريقة شحن هاتفك. فانصحك انت ايضا اذا مللت من الشكل العادي جدا ان تقوم بتحميل تطبيق True Amps. رابط التحميل ستجده اسفل الفيديو في صندوق الوصف. اذا بهذا نكون قد وصلنا الى نهاية الفيديو. اتمنى من صميم القلب ان تكونوا قد استفدتم من الميزات المخفية التي قدمناها في هذا الفيديو. بطبيعة الحال اذا كنت تستخدم تطبيق انستغرام فقم بمتابعة حساب العالم ذكي بكتابة سمارت وورد 3. لنضرب موعد في فيديو مقبل. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.